الجماعية هي جائزة مهمة جداً للمرأة السعودية، تثمن فيها جهات معينة: فئة راعية الأسرة، راعية التعليم، راعية الإبداع والابتكار، وراعية المجتمع، وراعية واعدة. والحمد لله إن شاء الله تعالى حيكون عمل متميز، وحيكون بإذن الله تعالى مردود وقوي جداً في المجتمع، والكل حيستفيد منه، لأنه الامتنان والتثمين هم مرتكزات لأي مجتمع راقي. أستطيع أقول اللي فعلاً لفت نظري هي فرع الواعدة، لأنه كانوا عبارة عن شابات، وكم أثلج صدري أنه اللي قدموا على هذا الفرع أو المجال كانوا من الشابات لم يتعدوا 25 سنة، وإنجازاتهم في هذه الفترة الوجيزة فعلاً أبهرتني. أيضاً اللي موازي له هو فرع الأسرة، أنه امرأة لم تكن متعلمة فقط هي ربة أسرة، ومن الذي يقوم بتقديم لها أبنائها. أنا أيضاً تعلمت من هذه الجائزة، وأتمنى إن شاء الله لهذه الجائزة أنه في السنين القادمة تكون أقوى وأقوى. الجهات والفئات من محاور الجائزة أعطتنا فرصة أنه نتعرف على نساء متميزات في وطننا، فالحمد لله إن شاء الله تعالى حتشوفوا النتائج ومردودة بإذن الله تعالى.